أبدأ بك بهاء، وأنت في من مقرك في الحرم المكي الشريف، حدثنا عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الرئاسة العامة لديكم. أرحب بك محمد وبكافة مشاهدينا الكرام من جوار الكعبة المشرفة. أبدأ حديثي بالقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ومن تعظيم هذا البيت هو العناية به والاهتمام بنظافته، وكذلك العناية والاهتمام بقاصديه والعناية بصحة وسلامة كل من يأتي إلى هذا البيت الحرام. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لا زالت تقدم كل الإجراءات الاحترازية. القيادة الحكيمة دائما تضع نصب عينيها الحرمين الشريفين. الحرم المكي هو يلقى من الاهتمام الشيء الكبير، وخاصة خلال هذه الفترة. الرئاسة العامة تقوم بعمليات التنظيف والتعقيم بصفة دورية. وضعت الرئاسة على كل أبواب المسجد الحرام وكذلك في الممرات مجموعة من الصبانات التي تحتوي على معقمات لليد. هذه بعدد تقريبا 300 صبانة تحتوي على حوالي 1000 لتر من معقمات اليد، موزعة جميعها في أروقة المسجد الحرام وفي أدواره كذلك. إضافة إلى أنها تستخدم يوميا تقريبا ما يقارب 1500 لتر من المنظفات والمعقمات من أجل تنظيف أرضيات المسجد الحرام وأروقته وكذلك صحن المطاف، إضافة إلى الخدمات والمرافق العامة في ساحات المسجد الحرام كدورات المياه وكذلك كالبنايات المحيطة بالمسجد الحرام من مرافق وخدمات تقدم. كذلك الرئاسة أيضا قدمت هنالك عدد من الخدمات التي تقدم لمن يعملون في الفترة الحالية في المسجد الحرام. القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وكذلك كافة الجهات المعنية من القوات الأمنية المشاركة في المسجد الحرام كذلك، إضافة إلى العاملين في المسجد الحرام، قدمت لهم الرئاسة العامة خلال هذه الفترة مجموعة من عبوات زمزم تقدم لهم وتقدم لكافة من هو موجود في المسجد الحرام، وخاصة أننا نعلم أن المسجد الحرام الآن لا توجد حافظات زمزم موزعة في أروقة المسجد الحرام وكذلك في صحن المطاف. إضافة إلى ذلك شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك في مبادرة برا بمكة، والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. شاركت كذلك بتوزيع سلال غذائية للمحتاجين والأسر المتعففة الموجودة في مكة المكرمة. تحتوي هذه السلال على عدد من المواد الغذائية، وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم شكرا جزيلا لك بهاء.